كانوا عاملين ايه؟ النهارده معانا درس جديد حلو قوي. الدرس ده من الوحده الثانيه، بتقول في منزلي فراشه. الدرس ده بيحكي عن ان في بنت في بيتها معاها فراشه. تعالوا نشوف البنت دي في بيتها فراشه ازاي. الصفحه اللي بعديها، في منزلي فراشه، الجزء الاول. في فصل الربيع ذهبت هنا الى جدها في الريف، واثناء تجولها بين الحقول والأشجار رأت فراشة جميلة ألوانها جذابة، فوقفت وهي منبهرة بجمالها لتلتقط صورا لها. عندما لاحظ الجد اهتمامها بالفراشات أعطاها دودة قز هدية، ووضعها في صندوق مصنوع من الكرتون بغطائه بعض الثقوب، وأوصاها بإطعامها من ورق التوت. فرحت هنا كثيرا بهدية جدها، وعند عودتها إلى بيتها سألت والدتها قائلة: لقد أحببت هذه الدودة، ولكن يا أمي كيف أهتم بها؟ القصة بتاعتنا النهاردة بتقول إن في بنت اسمها هنا جت في الأجازة وراحت في الصيف، يعني أو في فصل الربيع، أنا أسفة، في فصل الربيع. راحت مع مين؟ راحت مع أسرتها، وراحت تزور جدها. جدها ده ساكن في الريف. يعني ايه الريف يا اولاد؟ يعني في الحقول، عند الحقول، في وسط الارض الزراعيه. وهي هنا بتتجول في الريف او بتتجول في الحقل وسط الاشجار ووسط الحقول، شافت فراشه جميله قوي، الوانها جميله جدا وجذابه، جذابه يعني رائعه جميله. وقفت هنا وهي منبهره مستغربه ومتعجبه جدا من جمال الوان الفراشه. كلنا شفنا الفراشات قبل كده وعارفين ان اجنحه الفراشه دي رقيقه جدا والوانها جذابه وجميله. وقعدت هنا بالموبايل بتاعها قعدت تصور صور للفراشه وهي عماله تتنقل من شجره لشجره. مين اللي كان واقف مع هنا وشافها وهي بتعمل كده؟ جدها. فلقى قد ايه هنا مهتمه جدا بالفراشه ومهتمه جدا بالفراشات. راح جدها حب يديها هديه. عمل ايه بقى جدها؟ جاب لها دوده قز. هو ليه جدها جاب لها دوده قز؟ هنعرف، بس خلينا فاكرين ان الهديه اللي جدها اداها لها دوده قز. حطها في صندوق من الكرتون، وعند غطا الصندوق من فوق عمل فيه ثقوب عشان الدوده تتنفس، عشان احنا لو قفلنا الصندوق كويس الدوده هتموت. وجدها قال لها ايه؟ قال لها: ما تنسيش يا هنا تاكلي الدوده دي ورق التوت. هنا فرحت جدا 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 بالدوده. وبعد كده لما رجعت البيت ورت الهديه دي لمامتها وقالت لها ان انا فرحانه جدا. وبعدين قالت لها ايه؟ انا يا ماما بحب الدوده دي قوي عشان دي هديه من جده. بس قالت لها، راح سالت مامتها وقالت لها: بس انا جده قال لي اهتمي بيها. ههتمي بيها ازاي يا ماما؟ بصوا كده حبايبي، في فصل الربيع، في دي حرف ايه؟ جر. طيب نبص كده، نمشي. ذهبت اسم ولا فعل؟ لا، فعل. فعل نوعه ايه؟ ماضي. طيب نمشي، كلمة بين الحقول. بين دي ايه يا ولاد؟ بين دي ظرف. ظرف يعني ايه؟ بمكان اللي حصل، ده ظرف مكان. فيعني ايه ظرف مكان؟ مكان اللي حصل فيه الحاجة، الفعل، المكان اللي حصل فيه الفعل. هي هنا كانت بتتجول فين؟ في الحقول. يبقى بين مكان حدوث الفعل اللي هو ايه؟ الحقول. طيب بين هنا ظرف ايه؟ ظرف مكان. طيب بصوا، كلمة رأت فعل ايه؟ ماضي، واخرها تاء مفتوحة. طيب بصوا، هي ده ضمير. ضمير ايه؟ ضمير غائب. للمؤنث ولا للمذكر؟ لا، للمؤنث. صورا، تنوين بالفتح. ماشي حبايبي معايا بقى كمان، بإطعامها. بي، البي هنا حرف جر ولا مش حرف جر؟ ايوه حرف جر. ليه؟ لان الكلمه اللي بعديه اسم. نركز قوي يا حبايبي ان لازم الحرف الجر شرط من شروطه ان اللي يكون الكلمه اللي بعديه اسم. وعشان تبقوا عارفين حاجه، اسمها اسم مجرور، لان حرف الجر قاعد يشدها، فسماها اسم مجرور. كثيرا، تنوين بالفتح. سالت فعل واخره تاء مفتوحه. برافو عليكم. بصوا هنا، كيف اهتم بها؟ كيف اهتم بها؟ هنا يقولوا لي اسلوب ايه؟ اسلوب استفهام. كيف أداة استفهام، وعلامة الاستفهام في الآخر اهو، بقى اسم الاسلوب هنا اسلوب استفهام. الصفحة اللي بعديها،
جدول المفردات. يلا هنشوف بقى المفردات الجديده اللي في الجزء اللي احنا قريناه ده. كلمه ومعناها، كلمه تجولها سيرها، تلتقط تاخذ، تلتقط تاخذ، انا بلتقط صوره باخذ صوره، اوصاها نصحها، مراعاتها الحفاظ عليها، ان هي تراعيها انها تحافظ عليها، الملائمه المناسبه، جذابه جميله، اعطاها منحها، انا بديك الشيء امنحك الشيء. خلاص يا حبايبي الصفحه اللي بعديها، مفرد والجمع، جد جمعها اجداد، فراشه جمعها فراشات، دوده جمعها دود، غطاء جمعها اغطيه، الظرف جمعه الظروف، خيط جمعها خيوط، حقل جمعها حقول، هديه جمعها هدايا. حبايبي معايا الصفحه اللي بعديها، كلمه مضادها، ذهبت عكسها عادت، وقفت عكسها صارت، مشيت يعني، كثيرا عكسها قليلا، مراعاه اهمال، تجولها عكسها وقوفها، ما هي تجولها يعني سيرها، عكسها ايه؟ انها وقفت وقوفها. أثار نفر، أثار يعني جذب شد، عكسه نفر. برافو الكلمة اللي بعدها، يلا الصفحة اللي بعدها، أجب عما يأتي. يلا سين واحد، هشوف بقى كده معايا مركزين ولا لا. سين واحد، أين ذهبت هنا في فصل الربيع؟ مين اللي يقول؟ ذهبت إلى جدها في الريف. برافو. سؤال اثنين، ماذا شاهدت هنا أثناء تجولها بين الأشجار والحقول؟ يا ترى هنا شافت إيه؟ رأت فراشة جميلة ألوانها جذابة. صح. سين ثلاثة، متى رأت هنا الفراشة؟ شافتها إمتى؟ أثناء تجولها بين الحقول والأشجار. الصفحة اللي بعديها، سين أربعة، ما شعور هنا تجاه الفراشة؟ يا ترى هنا شعورها إيه كان تجاه الفراشة؟ وقفت منبهرة بجمالها وهي تلتقط لها صورا جميلة، كانت فرحانة جدا ومنبهرة بجمال الفراشة وقعدت تلتقط لها تأخذ لها صور إيه جميلة. سين خمسة، ماذا لاحظ الجد؟ الجد هنا لاحظ إيه؟ لاحظ الجد اهتمام هنا بالفراشات. خلاص يا حبايبي الصفحة اللي بعديها، نبدأ بقى نشوف الجزء الثاني ونشوف إيه، نفتكر كده مع بعض في أول كده، جد الجد إدى هنا إيه؟ ها كرتونة فيها إيه؟ دودة قز. تعالوا نشوف إيه بقى علاقة دودة القز بالفراشة، مش هي اصلا كانت بتحب الفراشات؟ تعالوا نشوف. في منزلي فراشه الجزء الثاني، ردت امها بالفعل عليك ان تهتمي بها وبمراعاتها واتاحه الظروف الملائمه لتحافظي عليها، وستتعجبين يا هنا مما يحدث لها. بعد ايام بدات الدوده في نسيج شرنقه من خيوط الحرير حول نفسها، وهو ما اثار اهتمام هنا، فسالت امها ما الذي يحدث للدوده يا امي؟ راحت مامتها قالت لها اخر حاجه وصلنا لها في الجزء الاولاني ايه؟ ان الجد قال لها اهتمي بيها، فهي راحت سالت مامتها انا هتمي بيها ازاي يا ماما؟ ردت مامتها عليها وقالت لها ايه؟ بالفعل يا هنا لازم تهتمي بالايه؟ بالدوده دي وتعملي لها او تهيئي لها الظروف المناسبه انها وتحافظي عليها. يعني لا تعيشيها في جو برد قوي ولا تعيشيها في جو حر قوي، ولا تقفلي الثقوب بتاعت الصندوق ده عشان خاطر ما تتنفسش، وانت يا هنا هتتعجبي جدا من اللي هيحصل ليها. وفعلا هنا اهتمت جدا بالايه بالدوده. وبعد ايام بدات الدوده تعمل حاجه غريبه قوي، بدات الدوده ترسم لنفسها او تحوط نفسها بنسيج، ماشي، في نسيج، في النسيج شرنقه، قعدت تعمل نفسها نسيج وجوه النسيج شرنقه. شرنقه دي عباره عن ايه؟ عن تجمع من الخيوط حول نفسها، جمعت نفسها اكنها جوه حاجه كده، ماشي، اكنها جوه غلاف من الخيوط الحرير. وده الموضوع ده اثار اهتمام هنا جدا، راحت هنا بسرعه بسرعه وراحت سالت مامتها هو ايه اللي بيحصل للدوده؟ هي الدوده ليه دخلت نفسها جوه شرنقه او جوه اطار من خيوط الحرير؟ خلاص يا حبايبي نبص كده على شويه لغويات في الدرس. ردت فعل ايه؟ ماضي واخره تاء مفتوحه. بالفعل الب هنا حرف ايه؟ جر. برافو. بصوا كده لاخر السطر، لتحافظي، يا ترى اللام هنا حرف جر ولا مش حرف جر؟ تحافظي اسم ولا فعل؟ فعل، يبقى اللام دي مش ايه؟ مش حرف جر. طيب بصوا كده، ما الذي يحدث للدوده يا امي؟
هنا اسلوب ايه؟ اسلوب استفهام، اوله اداه اللي هي ما واخره علامه الاستفهام، يبقى ده اسمه اسلوب استفهام. الصفحه اللي بعديها، قالت الام تنسج الدوده هذه الشرنقه حول نفسها، وعليك يا هنا ان تستمري في مراقبتها داخل الصندوق. بعد مرور اسبوعين وجدت هنا الشرنقه بها ثقوب صغيره وفراشه تطير في الصندوق. صاحت: يا امي يا امي، انظري ماذا حدث للشرنقه، لقد خرجت منها الفراشه. خرجت منها فراشه. قالت الام: نعم يا هنا، فان هذه الدوده تسمى دوده القز، وتستخدم هذه الشرنقه في صناعه الحرير، وتبيض هذه الفراشه بيضا ليفقس ويخرج منها دوده مره اخرى، وهذه هي دوره حياه دوده القز. يبقى الجد كان مدي هنا دوده القز مش عشان مديها دوده، هو كان مديها فراشه بس، حب يعرفها ازاي الفراشه دي مراحل حياتها. وفعلا بعد ما هنا بصت سالت مامتها: هي ليه الدوده دي عملت حواليها الشرنقه دي، او عملت حواليها الخيوط دي وكده، انا مش فاهمه حاجه. قالت لها مامتها، قالت لها فعلا ان دوده بتنسج الدوده هذه الشرنقه لنفسها، وعليك ان انت تراقبي تطور المراحل، او المراحل تطور اللي هتحصل للدوده دي دلوقتي. خلاص. وبعد مرور اسبوعين بالظبط حصل ايه؟ هنا بصت لقت في الصندوق او الشرنقه بها، الشرنقه هي قفلت بقى خلاص، بقت كلها عباره عن خيوط حرير، فبصت لقت في الشرنقه دي عباءه اخرام او ثقوب، والخرام دي بتطير منها فراشه داخل الصندوق. هنا راحت استغربت: ايه ده، الفراشه دي دخلت ازاي؟ طب ايه ده، هي الدوده دي اتحولت لفراشه؟ وراحت بسرعه بسرعه تنادت مامتها: يا امي يا امي، بصي شوفي، الشرنقه اللي كانت عباره عن جواها دوده ومن بره خيوط حرير، بصي خرج منها فراشه. راحت الام قالت لها: ايه فعلا ده اللي حصل، ان الدوده دي اسمها دوده القز، وبتستخدم هذه الشرنقه. الشرنقه دي بنستخدمها، الناس بيستخدموا الشرنقه دي في صناعه خيوط الحرير او بصناعه الحرير، والفراشه دي خلاص هي كده خلاص عملت الحرير بتاعها، او نسجت لنفسها الحرير، والدوده كبرت وبقت فراشه، فالفراشه دي كمان هتبيض بيضه، والبيضه اللي هتبيضها الفراشه دي هيخرج منها دوده، وترجع تاني الدوده تعمل حواليها شرنقه من الحرير لغايه ما تكبر الدوده وتبقى فراشه. ومن هنا عرفنا ان دي دوره حياه دوده القز. يبقى احنا عرفنا الحرير بناخده منين؟ من دوده اسمها دوده القز. دوده القز هي بتنسج حولها نسيج، او بتعمل حولها شرنقه من نسيج الحرير، وفي الاخر بتخرج الدوده دي على شكل فراشه، وخلاص كده بتبدا الفراشه دي تبيض وتعيد الدوره مره تانية. فاحنا كده يا اولاد عرفنا احنا بناخد الحرير منين، وعرفنا الفراشات اللي احنا بنشوفها، او فراشه دوده، الفراشه اللي بتنتج دوده القز. خلاص يا حبايبي، بص كده هنا، هذه اسم اشاره للقريب ولا للبعيد؟ للايه؟ للقريب، وكمان ايه؟ مؤنث، للبنوته يعني البنت. بعد مرور اسبوعين، بعد مرور، بصوا هنا، بعد عكسها ايه؟ قبل. وجدت، اسم ولا فعل؟ فعل، وفي اخره تاء مفتوحه، وهو فعل نوع ايه؟ ماضي. بصوا: يا امي يا امي، اسلوب نداء، ماذا حدث للشرنقه؟ اسلوب استفهام. يلا الصفحه اللي بعديها، جدول المفردات. الصفحه اللي بعديها، كلمه ومعناها. عودتها، رجعها، معنى عودتها عاده رجعه، فاحنا بنتكلم نقول عودتها رجوعها. اتاحت، ايجاد. دوده، دوره مراحل. منبهره، شديده الاعجاب. اهتم، اعتنى. اثار، جذبه. مراقبتها، ملاحظتها. انا براقب الشيء يعني بلاحظه. الصفحه اللي بعديها، المفرد والجمع. الثقب، جمعها الثقوب. نفس، جمعها انفس. صوره، جمعها صور. صندوق، صناديق. شرنقه، شرانق. بيضه، بيض. برافو. الصفحه اللي بعديها حبايبي، الكلمه مضادها. اهتم او اهتمام، عكسها اهمال. أثار، عكسها نفرة. أثار اللي هي جذب، عكسها نفرة. جذابة، عكسها منفرة. شيء جذاب ليا وجميل عكسه منفر. أعطاها، عكسها أخذ منها. بدأت، عكسها انتهت. تستمري، عكسها تنقطعي. حبايبي يلا الصفحة اللي بعديها،
يلا هسألكم بقى أسئلة ونشوف إحنا فهمنا الدرس ولا لأ. أجب عما يأتي. سين واحد، ماذا أعطى الجد هنا؟ الجد أعطى الهنا إيه؟ أعطاها دودة قز هدية. سين اثنين، بما أوصى الجد هنا؟ أوصاها بإطعام دودة القز ورق التوت. سين ثلاثة، ماذا تحتاج دودة القز لتنمو؟ تحتاج إيه؟ هنا الجد أوصى هنا إنها تأكلها إيه؟ ورق التوت. برافو. الصفحة اللي بعديها. سين أربعة، ما شعور هنا تجاه هدية الجد؟ فرحت به كثيرا. سين خمسة، بما نصحت الأم هنا؟ أن تهتم بمراعاة دودة القز. الأم نصحتها وقالت لها إيه؟ إن أنت لازم تهتمي بإيه وتراعي الدودة، ودي برضو نفس نصيحة الجد. يلا سين ستة، فيما تستخدم الشرنقة؟ يا ترى بقى الشرنقة اللي صنعتها الدودة حوالين نفسها، افتكروا كده الشرنقة دي كانت صنعتها من خيوط الإيه؟ الحرير. فيا ترى بنستخدمها في إيه؟ في صناعة الحرير. برافو كده يا ولاد، خلص الدرس معانا. يا رب تكونوا استفدتوا، وإن شاء الله أقابلكم في درس جديد. السلام عليكم.